الشركة الرائدة ببرامج التأمين بما فيه الاستشفاء والطبابة وخدمة الطب وجراحة الأسنان داخل وخارج المستشفى، وبتحفظ لك على الاستمرارية والتغطية الدائمة وبنفس الشروط. مع الـ ITN بتعيش الصحة والأمان. 03-546-4444 ITN لوسطة ومستشار التأمين. صباح الخير أستاذ توني نصور، حضرتك المدير العام لـ ITN هولدينج. ومثل ما عم نتعود وصرنا هيك نعرف شوي أكثر عن ثقافة التأمين الشمولية وقدي كل شيء ممكن يكون عنده تأمينه الخاص لحتى نتفادى قد ما فينا مشاكل والتكاليف. اليوم بما أنه سلامة الغذاء موضوع حالياً كتير على الموضة رح نحكي أكثر عن سلامة الغذاء وتحديداً للتجار يمكن يلي بينقلوا المواد الغذائية من منطقة لمنطقة أخرى مع انقطاع الكهرباء وإلى آخره. كيف بتصير البروسيجر وعلى شو ممكن نعمل تأمين؟ أول شيء التأمين للمواد الغذائية هي بتجي تحت صفة تأمين البرادات بحد ذاته. إذا كان هالبراد ثابت بالمكان، إن كان سوبر ماركت إن كان البرادات الكبيرة محل ما بيحطوا الستوكات من المواد الغذائية أو البرادات المتنقلة الكاميونات بسموهن البراد معروفة عندي براد أو بالبواخر أو بالطيارة، كله هي برادات بالآخر تنهار كونتينر مبرد أو بالطيارة بيجي كمان بارسل أو كونتينر مبرد. بقى كل شيء لها هالمحركات هالماكينات اللي هي بتبرد المواد الغذائية واللي بتحافظ عليها. هذا هو باب القصيد ككل. نعم هلا تفضلي. كمان يعني لما منقول برادات، البرادات موجودة إن كان بالمطاعم أيضا بالسوبر ماركت بالمحلات السمانة وكمان بالبيوت، يعني في وين ما كنا موجودين هالبرادات يلي انقطاع التيار الكهربائي أو إذا دابوا التلج. نعم. ممكن يكون في خطر كتير كبير على المستهلك. بخصوص تأمين البرادات، هي هذا الموجود بسموه ماشينري بريك داون. الماشينري بريك داون بيطبق انه على كل كافه انواع البرادات النقل، ان كان بالبحر ان كان بالطياره ان كان بالبيوت ان كان حتى بالسوبر ماركت او بمراكز التبريد الكبيره. نعم. طبعا هي شو بتغطي؟ بتغطي مش فقط انقطاع التيار الكهربائي، هلا ربما ينقطع بلحظه يكون في جنريتور هيدا، ولكن ربما المكنة بحد ذاتها هي تخترب أو تحترق أو يصير فيها خلل. نعم. وبتاخد يمكن أيام وقت، بدها أكثر من 4 أو 6 ساعات للتصليح، يمكن بدها يوم يومين، يمكن بدهم قطع غيار سبير بارتس مش موجودة أفيلابل بدهم يحضروها. طبعا هالبضاعة ما فيك تتركيها، هلا ينقلوها من مكان لآخر بتكون طريقة غير سليمة، ما بعرف إذا بيكون في حد منه براد أو بده يلاقي طريقة. بقى هون إجا التأمين بيلعب الدور تبعه. هي أهمية الموضوع كله أنه في إنشورنس لهالشي، هيدا بيقدر يأمنه برا البراد. الكاميون اللي بيقول لك أنا عندي براد بينقل المواد الغذائية إن كان بقلب البلد إن كان لخارج البلد، مثل بيروحوا على الدول العربية بيبقوا محملين خضار أو فواكه، دائما في تأمين للبراد للماشين بريك داون. إذا هالمكانات تعطلت، إذا من جراء حادث مغطاية تلقائيا، مغطاية من جراء الحادث ومغطاية كنقل بحري مارين كارجو بسموها. نعم. بس إذا هو ماشي وتعطلت المكنة بس ما في حادث، ما في أي ضرر تاني، بس فجأة هيدا بيجي موضوع تأمين على البراد بحد ذاته اللي هو الماشين بريك داون. هون بيدخل حقل التأمين وبيدفع كل الضرر طبعا. وشو شروط هالتأمين؟ هل كل الأشخاص ممكن يشتركوا بها الخدمة؟ لكن برا بأوروبا بيضحكوا بيقول لك أنا مأمن الفريزر تبعي يبقى حاطط عنده ب $500 أو $1000 بضاعة. صحيح، لأنه بتنتزع أو ربما يكون هو مسافر ولسبب البراد انقطع، بيجي التأمين بيدفع له إياه. فيك تطلبيه تحت تأمين البيت ككل، وفيك تطلبيه ببوليسة لوحده.
انه بحد ذاته بيصدروا لك اياها شركات التامين. انا اللي بقوله انه من الضروري بلبنان طبعا، وهي فكرتك كثير حلوه عن هالتامين الماشين بريك داون للمطاعم للمدارس، هالمواد الغذائيه اليوم ايام بقول لك الانسان تسمم ليش؟ لانه تبقى مش لانه خالصه مدتها، نو بتكون مقطوعه الكهرباء عده ساعات دابت ورجعت دابت، وهذا بيعمل ضرر. بقدر اقول له لهالانسان ما بقى يخاف، في يطلب انشورنس، وهالانشورنس بتغطي شيء طبيعي. طبعا دائما الانشورنس ما بيجي بالمطلق، يبقى في جنريتر في الكهرباء، بس لسبب ربما الجنريتر نفسه ما اشتغل وانقطعت الكهرباء، هالزلمه تضرر، التامين بيدخل هون. طبعا للبيوت أو للبيوت بتعرفي أنت نفس الشيء، كل إنسان عنده فريزر ثلاجة بالبيت بيقلك، يبقى حاطط فيها بضاعة ربما أو الكهرباء أو أيام بتضربها الصاعقة أو أيام مزبوط. بينتزع الموتور بحد ذاته، يمكن يكون في فرصة عطلة رسمية 3-4 أيام ما تقدر، أو يومين ما تقدر تجيبي التكنيسيان أو الشركة تودي حدا، انتزعت البضاعة، التأمين بيدخل هون. والتأمينات هون ما بتكلف، بس سعر بسيط إيه بس على البرادات برا هو إلزامي، وأكيد السعر بيختلف مع كمية إن كان بالبيت أو طبعًا. إن كان بال طبعًا. بما أنه ذكرت أستاذ نصور التسمم، قدي التسمم كمان ممكن يكون مشمول بالتأمين؟ بتعرفي في تأمين هيدي لازم تكون إجبارية طبعاً، وإن شاء الله توصل الدولة تطبقها على كل أصحاب المطاعم أو اللي بيتعاطوا بالمأكولات شو ما كان نوعها، لو كنت عم تاخدي منقوش اليوم بتعرفي كمان كل شيء بيتضرر الإنسان. في تأمين بسموه المسؤولية المدنية وبيشملها حالات التسمم. حالات التسمم التأمين بيدخل هون، ربما هالإنسان ما معه تأمني واحد عنده مطعم يفوت شي 10 أو 12 على مستشفى ما عنده المبالغ، شو بيعمل؟ بيركضوا كلهم على وزارة الصحة، لا لازم هو يكون عنده تأمين بخبر شركته، شركته بتودي هي البريزون شارج وهي بتتابع المرضى بالمستشفى، وبعدين بتشوف الحالات ولمين متسبب. ربما إذا شارب البضاعة من غير محل بيكون هوليك مسؤولين التأمين بيرجع على يعني عودية. بترجعوا على الأصل دائما بيصير في التحقيقات يلي ممكن توصلكم على الشخص المعني مباشرة. طبعا دائما التأمين ما بيمشي هيك لوحده خلص دفعنا وقلنا باي باي سكرنا الباب، لا دائما في بدهم يرجعوا للملف ويشوفوا المتسبب بهذا الضرر، بدهم يرجعوا له، ودائما في مرجعية لهالشيء، ما في شيء بالمطلق، ما حدا ما في انه مسؤوليه متواجده كالكبار موجوده على اي واحد. اكيد. وكمان كنت عم تقلي انه ممكن يعني نحن ناخذ بحق الشخص اللي تسمم كان شي طبيعي، يعني حضرتكم لما بتامنوا التامين اللي لازم ولما بترجعوا على الجهه المسؤوله كمان ايه نعم. بيصير في اي نعم ناخذ منه تفويض وبنرجع وبنقدر نحل محله ونقدر نكمل هذا المشوار. ليكي باب التامين كثير مهم، أنا بقدر أقول إنه كل إنسان اللي بيقدر يجي ويطلب اللي هو بحسب مصلحته حسب شغله شو نوعية الضرر ربما يحصل من جراء بيقدر ياخذ عليه تأمين. أنا اللي بطلبه الشيء الوحيد إنه اللي عندهم برادات، البرادات المباني الكبيرة المحل ما مستودعات البرادات أو البرادات المتنقلة يكون تفرض عليهم الدولة أو الجهات الرسمية يكون عندهم إنشورنس تيقدروا يحافظوا على هالبضاعة، لأنه الإنسان اللي بس تنتزع بضاعته عم بيحاول يعطيها للناس لما يخسر، لا نحن بنقول له ما تخاف خسارة بقاش عندك إذا بتشتري تأمين، لأنه التأمين رح يجي يعوض لك والتأمين بيكمل عنك. فليش تروح بطريقة غير سليمة أو ملتوية تتعوض مصرياتك اللي خسرتها لأنه راحت الكهرباء أو انتزعت الموتورات عندك والمولدات أو المكانات؟ بقى في طريقة إنشورنس بتعوض عنك. أستاذ نصور دايما بتقول ببلاد وبرا بيصير هيك، بس بلبنان يعني صار عنا تقريبا زيت الشروط وزيت الخدمات صحيح؟ هي كلها متواجدة، ولكن إذا ما في قانون بيرعاها ما فيك، الإنسان ما بيشتريها، بقول لك يلا ماشي قطعت سنة. في كثير ناس بيفكروا التأمين هو إنه إذا انضربنا بنروح نشتري التأمين، لا التأمين لازم ننتبه قبل. التأمين هي ثقافة بدك تعود عليها تشتريها وتقولي إذا صار شيء أنت بتعرفي إنه حافظة الطرف الآخر، حافظة حقوق الآخر، أهم شيء التأمين يحفظ حقوق شكراً الآخر. شكراً لك ولدايماً هيك هالتوعية
اللي بتعطينا اياها بمجال التامين. اهلا وسهلا فيك استاذ توني نصور، حضرتك مدير عام اي تي ان هولدنج. رح ناخذ وقفه سريعه ومن بعدها منتابع ام تي في لايف. مارين انشورنس يغطي كافه البضائع المستورده من الخارج الى لبنان ومن لبنان الى الخارج. Import Export and Export Import برًا بحرًا وجوًا، تأمين ضد كافة الأخطار خلال مراحل النقل. Import and Export من وإلى لبنان وحول العالم مع مارين انشورنس من ITN. عيش الصحة والأمان. 03-546-444 و70-546-444. We'll be right back.